الفيديو ده المفروض ان اكون بصوره، لكن بسبب ظرف ما في شخص قرر يدوس على زرار ويعطلني ويطفي النور، زي واحد شغال في شركه وشغله مرتبط بانجاز مهمه معينه او التارجت محدد والشغل باظ عليه، او شخص عنده كافيه او مطعم ورزقه واقف في الكام ساعه اللي النور بيقطع فيهم دول، او ناس المفروض بيذاكروا وعشان مستقبلهم هيتحدد في الكام ساعه دول، او حتى زي ناس قرروا يسافروا ويستمتعوا بوقتهم ويصيفوا والشخص ده بوظ عليهم الفسحه دي بحجه تخفيف الاحمال. فهل احنا بس اللي بيحصل فينا كده في الكوكب ده؟ وليه اصلا تمنعني من حقي اللي بدفع ثمنه وهو في الاخر حقي كانسان؟ وليه مفيش بديل او تطوير في موضوع الكهرباء ده؟ احنا اكيد مش هنرمي اللوم كله على الراجل اللي بيطفي الكهرباء، لان بصراحة الدولة قالت على اربع اسباب مهمين جدا هما دول اللي بسببهم بيقطعوا علينا الكهرباء. بس عشان نفهم الاسباب دي يبقى لازم نعرف هي الكهرباء دي بتيجي منين. شوف عشان ابسطها لك، تخيل انك قررت تصحى الصبح وتنزل تجري لمدة ساعة، في خلال الساعة دي جسمك هيبدأ يتحرك، ومع الحركة دي جسمك هيبدأ يعرق، وفي خلال ساعة الجري دي جسمك هيبدأ يسخن لدرجة ان انت لو قربت ايدك من وشك هتحس بحرارة. الحرارة دي اسمها طاقة، وهو ده الاساس، بتاخد الطاقة دي وتحولها لكهرباء. طب ازاي اخد الطاقة دي من العالم اللي انا عايش فيه؟ شوف يا صديقي، لو انت عندك رياح قوية تقدر تعمل مروحة بشكل معين، ومع حركة طاحونة الهواء دي تقدر تطلع طاقة، ودي طاقة بتبقى نظيفة جدا وما فيهاش اي تلوث، ودي اسمها طاقة رياح. طب لو انت عايش في بلد وعندك شلالات تقدر تبني سد زي السد العالي عندنا، فضغط المية القوي ده يقدر يحرك تربونات معينة، فمن التربونات دي تقدر تطلع منها طاقة، والطاقة دي طبعا هتتحول لكهرباء. اما بقى لو انت عايش في بلد فيها شمس قوية جدا، تقدر تاخد طاقة الشمس دي وتخزنها في ألواح شمسية وتستعملها في الكهرباء، او تخلي طاقة الشمس تسخن مية وتحول الطاقة الحرارية دي لكهرباء. وبمناسبة المية اللي هي دي مشكلتنا الرئيسية، طبعا هتقول ازاي ما احنا عندنا شمس وعندنا رياح وعندنا شلالات وسد وكل ده؟ هقولك، الشمس عندنا مش موجودة طول السنة، ممكن تكون موجودة في شهر او شهرين بالطاقة اللي تسمح ان هي تطلع لنا كهرباء. نفس الكلام برضو في السد، المية قلت بطريقة كبيرة جدا، وحتى رياح ممكن تكون موجودة في شهر او شهرين طول السنة. فالحل الوحيد اللي عندنا عشان نقدر نطلع كهرباء ان احنا نحول المية اللي عندنا لطاقة. طب ازاي؟ عشان نطلع كهرباء من المية فنضطر ان احنا نغلي المية عن طريق ان احنا نحرق الوقود زي الغاز او الفحم او البترول في افران معينة، عشان المية دي لما تسخن تتحول لبخار، والبخار ده يبدأ يحرك التربونات اللي متوصلة بمولدات كهربائية، والمولدات دي تبدأ تتوزع في شبكات لحد ما توصل للبيت عندك. فاول سبب ان الكهرباء بتتقطع عندنا هو نقص جميع انواع الوقود زي الغاز والفحم والبترول، وحتى لما بنستورد الوقود ده مش بيكفينا، لان استهلاكنا اليومي بيكون عالي جدا بالذات في الصيف، وبيكون استهلاك اعلى من المعتاد لما بتكون درجة الحرارة عالية. يعني في الفترة اللي احنا فيها دي اللي عنده مروحة بيشغل مروحتين، واللي عنده اكتر من تكييف بيشغل كل التكييفات اللي عنده، وهكذا. فاستهلاكنا في درجة الحرارة العالية بيكون اعلى كتير من المعتاد. الكمية اللي الدولة بتكون محدداها لاستخدام الكهرباء بتبقى متغيرة بالذات في الكام سنة اللي فاتوا دول. بمعنى انا عندي مثلا طاقة تكفي 100 مليون شخص، فجأة جي عندي سوريين وسودانيين وعملت مدن جديدة، فالكمية اللي عندي بقت مش مكفية عدد السكان اللي موجود، وهو ده السبب التاني. اما السبب التالت ان في ناس كتير بتسرق تيارات الكهرباء سواء في البيوت او في الشوارع. والسبب الرابع اللي الدولة قالته ان سعر استهلاك الكهرباء رخيص جدا مقارنة بالخدمات التانية، يعني التكلفة اللي هما بياخدوها من استخدامك للكهرباء ما بتخليش الدولة تقدر تشتري وقود اكتر او تحسن الخدمة، فالدولة طبعا بتضطر ان هي تستورد الوقود. بس في الفترة اللي فاتت دي الدولة قررت ان هي توقف الاستيراد خالص بسبب ان السعر غلي حبتين، فبتكون النتيجة النهائية لا انا هقطع الكهرباء خالص. اكتب لي رأيك في الكومنتات، هل ده فشل ولا عذر ليهم، وازاي نقدر نحل المشكلة دي، لان هي دي المشكلة الرئيسية اللي الدولة قالتها في بيانات وفي جرايد رسمية. وسيبك بقى من الاخبار المنتشرة على التيك توك اللي كلها كذب، اللي بتقولك ان هم هيقطعوا على مناطق ومناطق تانية لا، واخبار كتير جدا على التيك توك 90% منها غلط. فعشان تعرف الجانب المظلم من التيك توك يبقى لازم تشوف الفيديو ده. فلو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، واكتب لي رأيك في الكومنتات زي ما قلنا، واعمل الفيديو واعمل لايك للفيديو ده عشان يقدر يوصل لأكبر عدد من الناس، واشوفكم في فيديو جديد لما النور يرجع. كان معاكم خالد نور، سلام.